احط الرز. رز ايه؟ الرز وهنأكل اللحمة بس وشوربة. مفيش رز. ازاي مفيش رز؟ مش طبخة رز هي اللحمة وبس. احنا قسمنا عشان تمد ايدك. ما انت واحدة واني واحدة. ايه انت واحدة وانا واحدة؟ دي كيلو الا ربع. يعني انت يخصك 375 جرام. فرضنا انت خدت دي وانا خدت دي، فين الحلال؟ طب ايه يعني عادي؟ لا اسمع، احنا متغربين مع بعض ولسه السفرة طويلة. الحلال مفيش احسن منه. انا هقسمها لك دقيقة. دي ميزان عدل الله. انت لك خد بالك اهو الى 375 جرام. شوف حته صغيره، لا زي كده مظبوطه، دي حق تمام. ودي الراجل اتوسع على فكره بيه، هو قال لي دي يخصوك حته زياده. طب خد قسم المخلل، قسم ملوخ، قسم ماشي، قسم هي صفرة دينا. انا عارف كمان. انت عارف انا ما عملتش رز ليه؟ هعد ازاي بالحبايه وانا عندي شغل بكره. صح. وادي حتايه ماشي، وادي حتايه، وزن الشوربه وزنها الرز. لا حلو كده. طيب نحدد الحد، احدد الحد اهو. طيب